كان عليه في الشوط الأول. هنا انطلاقة، هنا محاولة عرضية في مكان والتسديد. يا الله يا الله يا الله يا الله يا ماهر هوساوي يسجل الهدف الثاني. يا له من هدف ويا لها من تسديدة في وقت صعب جدا. ماهر هوساوي جول بشكل جميل. نعم هدف، نعم بطريقة رائعة. العرضية كانت حاضرة وفرحة الغامدي. نعم من خلال هذه الكرة الحارس اللي يتسبب في ركلة الجزاء، ولكن ماهر هوساوي يسجل الهدف الثاني. لكن الله على التسديدة، على الطاير على الطاير، وضعها هوساوي في الشباك ويتقدم الدرعية بهدفين لهدف. 2-1. شوف شوف العرضية، يا سلام يا سلام، شوف في الاتخاذ القرار والتسديدة. هوب